بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن الفولاتايل اويل الريزنز اند ريزن كومبينيشن. الفولاتايل اويل او الزيوت الطيارة هي عبارة عن ايضا لها تسمية اخرى نقدر نسميها الاسينشال اويل. طبعا هي تكون هذا الاسم مالتها اجى من زيوت الطيارة لانه هي تكون موجودة او تتطاير بالبخار. They differ entirely in both chemical and physical properties from fixed oil. طبعا هي تختلف بكلتا الخواص الكيميائية والفيزيائية عن الفيكست اويل. عادة frequently associated with other substances such as gums and resins and themselves tend to resinify on exposure to air. وهي تختلف طبعا هذه ارتباطاتها ايضا بمواد اخرى مثل الغامز والرزنز وايضا تكون رينزيفاي على اكسبوجر حين تتعرض للهواء. اكو عدة نقاط تختلف بيها الفولاتايل اويل عن الفيكست اويل. عادة الفولاتايل اويل كان بي ديستيليتد فروم ذير ناتشرال سورسز، يعني انه ممكن ان نقطرها من مصادرها الطبيعية ونحصل عليها. الفولاتايل اويل don't consist of glycerol ester or fatty acids على عكس الفيكست اويل، وايضا هنا they don't leave a permanent grease spot in paper and cannot be spoonified with alkalis. بالإضافة إلى هذا هي ما تترك بقعة على البيبر أو القماش، وبالتالي cannot be ما أيضا تسوي saponified ويا القاعدة. Volatile oil do not become rancid as do the fixed oil. مو مثل الفيكست اويل، but just تسوي instead on exposure to light and air they oxidize and resinify. طبعا عند تعرضها للهواء وللضوء راح تتأكسد. الفولاتايل اويل ايضا secreted in oil cell بتفرز عن طريق خلايا الزيتية in secretion ducts or cavities in our glandular hair. من راح تكون طبعا يصير افراز عن طريق الغافيتيز او الجلانجولا هير. هنا راح نشوف انه انتاجها ايضا واستخدامات الفولاتايل اويل البرودكشن واليوزز. التوتال انيمال برودكشن اوف فولاتايل اويل از اسينشال تو بي ان ذا ريجن اوف 45,000 تن worth approximately $700 million. طبعا هنا انتاجها واستخدام الفولاتايل اويل بصورة يكون له جدوى اقتصادية كبيرة طبعا، فهو يعتبر يتقدر انتاجه بحوالي 45,000 طن، واللي عادة تكاليفها حتكون $700 مليون، فهو بي مردود اقتصادي جدا كبير. بالإضافة إلى هذا they are about 100 commercially available volatile oil directly derived from a plant. طبعا عادة أنواع الفولاتايل اويل تعتبر تقريبا 100 نوع متوفر تجاريا تكون تستخدم مباشرة من النباتات. والفولاتايل اويل are raised for their therapeutic action for flavoring example oil of lemon in perfume, oil of rose and or as starting material for synthesis of other compound example oil of turpentine. إذن
احنا عندنا مثل ما وضحنا انه انواع كثيرة من الفلاتايل اويل، استخداماتها متعددة، يا اما استخدام علاجي او استخدام للنكهة الفليفرينج مثل الاويل مال الليمون وغيره، وبالبارفان مثل اويل الروز الورود، وبعدين تكون ستارتنج ماتيريال مادة بادئة مثل بتخليق بعض الكومباوند مثل التربنتين. بالإضافة إلى هذا for therapeutic purposes they are demonstrated as inhalations example liberius oil or orally example peppermint oil as gargles and mouthwashes like example thymol and transdermally many essential or essential oil including those of lavender, rosemary and bergamot are employed in the practice of aromatherapy. إذن من الكثير من الأغراض العلاجية اللي نستخدمها بها، سواء كانت هذه مثلا استخداماتها كمضمضة أو كاستخدام فموي أو عدة استخدامات مثل الغرارة بالنعناع وغيرها، وأيضا استخدامات أخرى اللي تشمل مثلا تجارية اللي تشمل العطور مثل استخلاص اللافندر والروزماري وغيرها. بالإضافة إلى هذا those oil with high phenol content example الجلوف والثايم and thyme sorry have antiseptic properties whereas other are used as carminatives and oils showing antispasmodic activity and much use in popular medicine. إذن عندنا العديد من هذه الزيوت تكون هي عالية بالمواد الفينولية أو المكونات الفينولية مثل الكلوف والقرنفل والثايم، وتحتوي على خواص أنتيسبتيك مضادة أيضا للجراثيم أو مواد معقمة تعتبر، whereas other تستخدم كمواد مسهلة. وأيضا يوضح البعض الزيوت أنه تظهر خاصية الانتسبازمودك activity، بالإضافة إلى هذا تستخدم بالعديد من الاستخدامات الطبية. الكومبوزيشن of volatile oil. Volatile oil are generally mixtures of hydrocarbon and oxygenated compound derived from those hydrocarbons. إذن هي عبارة عن mixture أو خليط بصورة عامة يتكون من الهيدروكربونات والمكونات المؤكسدة، ويشتق من هذه الهيدروكربونات. إذن الأدر and test of volatile oil is mainly determined by these oxygenated constituents which are to some extent soluble in water but more soluble in alcohol. هذه الصفات اللي هي العطرية وصفة التست المذاق للفلاتايل أويل عادة هي تميزها، وتكون هنا هذه المركبات أما ذائبة بالماء وقسم منها ذائبة بالكحول. بالإضافة إلى هذا فبصورة عملية practically all volatile oil consists of chemical mixture that are often quite complex. They vary widely in chemical composition. عادة هذه الزيوت الطيارة متألف من خليط من مواد كيميائية، ومثل ما وضحناها قبل شوية عادة تكون هي معقدة، وتختلف بصورة كبيرة بتركيبها الكيميائي. Almost any type of organic compound may be found in volatile oil. Hydrocarbons, alcohol, ketone, aldehyde, ether, oxides, esters, and other usually volatile oils are classified according to the type of organic compound. مثل ما عرفنا أنه أي نوع من هذه المكونات العضوية اللي تدخل
ممكن أن تتواجد بالفولاتايل أويل، هو قد تكون أما هيدروكربون الكحول أو كيتون أو ألديهايد وغيرها، وعادة تصنف الفولاتايل أويل طبقا لنوع الأورغانيك كومباوند اللي تدخل بتركيبها. It is not uncommon for volatile oil to contain over 200 components, and often the trace constituents are essential to the odor and flavor. The absence of even one component may change the aroma. طبعا هنا بالنسبة للفولاتايل اويل تحتوي عادة أكثر من 200 مركب، وطبعا هذا فتشي not uncommon، وبالتالي عند تحوي هذه المكونات اللي راح تنطيها صفة العطر والنكهة، وبالتالي في غياب واحد من هذه المكونات ممكن أن يغير الصفة مالتها العطرية. البيوسينثيسيس اند كيميكال كومبوزيشن، طبعا هنا المركب الكيميائي والبيوسينثيسيس اللي هو الكيميكال كونستيتوينت اوف فولاتايل اويل مي بي ديفايدد انتو تو برود كلاسز بيست اون ذير بايوسينثيتيك اوريجين، يعتمد على طريقين او صنفين فولاتايل اويل حسب مثل ما قلنا المادة اللي راح الأصلية اللي يشتق منها مثل تخليق الحيوي مالتها، مثل التربين درايفتس مشتقات التربين، أو حتجي عن طريق الأروماتيك كومباوند اللي حتجي عن التربين درايفتس formed via the acetate mevalonic acid pathway، راح تجي عن هذا الطريق الأسيتيت mevalonic acid pathway، والأروماتيك كومباوند اللي راح تشكل من خلال الشكمك أسيد فنيل بروبينويد رايت. اذا احنا قلنا طريقين اكو، هي يا اما الاسيتيد او الميفالونيك اسيد باثوي او طريق الشكمك اسيد باثوي. الكلاسيفيكيشن اوف اسينشال اويل، الاسينشال اويل كود بي ديفايدد انتو 3 جروب، اسينشال اويل ويتش كونتين از مين كومبوننت، واللي هو طبعا هنا حتكون على 3 انواع، المونوتربينز والسيسكيوتربينز والأروماتيك كومباوند. المونوتربينز هنا السايكليك والمونوسايكليك والبايسايكليك، وبيها عدة أمثلة ومركبات مثل ما واضحة بالفيجر اللي أمامنا. السيسكيوتربين أيضا تحوي على السايكليك ومونوسايكليك وبايسايكليك وتراسايكليك، وايضا عندها عديد من المركبات الامثله عليها. السيسكيوتربين لاكتون اللي هي الايدوسيمو سمانولايدز الار سيسكيوتربين لاكتون انكلودينج الالانتولا لاكتون والايزولانتا لاكتون والدايهايدرو لانتو لاكتون. المركب الأروماتيك كومباوند، المركبات الأروماتية اللي هي أيضا حتكون على 3 أنواع، اللي هي البي سايمول درايفتيف والفنيل بريبون درايفتيف والبنزين درايفتيف، وبها العديد من الأمثلة. نأتي إلى الفيزيكال بروبرتيز أو الخواص الفيزيائية. All the volatile oils differ greatly in their chemical constitution. They have a number of physical properties in common, and they possess a characteristic odor. They are characterized by high refractive indexes. Most of them are optically active, and their density is generally lower than that of water, the essential oil of sulfurous glove or carmine are the expansion. طبعا بالرغم من انه الفولاتايل اويل تختلف بصورة كبيرة عن
المركب الكيميائي اللي تحوي على العديد من الصفات الفيزيائية بشكل عام. احنا قلنا هي تختلف بيناتها كلش هواية، ولكن هي تحوي على صفات فيزيائية، خلينا نقول يعني مشتركة، اللي هي مثلا تحوي تكون خاصية العطور بها مميزة، وأيضا تمتلك هاي ريفراكتيف اندكس، معامل انعكاس عالي، واغلبها هي اوبتيكلي اكتيف يعني فعالة ضوئيا. وهنا الدينسيتي مالتها تختلف مثلا عادة lower than that of water. The essential oil of sassafras, clove والسينامون are the expansion. As a rule, the volatile oil are immiscible with water, but they are sufficiently soluble to impart their odor in water. The aromatic water are depend on these slightly slight solubility. طبعا هو كقاعدة الفلاتايل اويل هو ما يذوب ويا المي، لكن بعض الجزء أجزاء من عنده ممكن انه تحسن، حتى تحسن يعني الجزء اللي يمتلك العطر قد يحل بالماء. والاروماتيك ووتر هي تعتمد على قابليتها على الذوبان. تحضير الفلاتايل اويل، preparation of volatile oil. The principal methods used in the preparation of volatile oils from plants depend on distillation in water or steam, والscarification and expression, والextraction with solvent and enzymatic hydrolysis for glycosyl volatile oil like mustard oil, والefflurage or extraction of oils used in parfum. إذن هنالك عدة طرق أساسية تستخدم بتحضير الزيوت الطيارة من النباتات. أولها وأهمها هي الديستيليشن بالماء أو البخار، الثانية السكارفيكيشن يعني التشريط والإكسبرجن وإنتاج الفولاتايل أويل، والاستخلاص مع السولفنت، والتحلل الإنزيمي يستخدموه حتى يحصلون على الزيوت الطيارة، بالإضافة إلى هذا الاستخلاص الزيوت اللي تستخدم بالعطور، وإلها هذه طريقتها الخاصة. In order to determine the volume of oil, the plant material is distilled with water and distillate is collected in a graduated tube. The aqueous portion separates automatically and is returned to the distillation فلاسك. مثل ما نلاحظ أمامنا هذا الفلاسك اللي يتم بالتقطير، بعد ما يتقطر نلاحظ هنا تحت مصدر يعني حراري، راح نشوف انه راح يبدي يتجمع بالفلاسك هذا الدائري، ويبدي يتجمع الى ان الدستلد يعني اللي متبخر من عنده راح يجي، وبعدين نفصل الجزء المائي عن الجزء العطري. السكارفيكيشن والاكسبرجن ايضا by repeatedly rotting the lemon oil gland are Pugnor or scarved and discharge their content which collect in the handle, while liquid is perfed off at interval into large vessels where it is allowed to stand until the oil can be decanted the filter. أيضا هنا بالتشريط والأكسب التعريض لي هو راح يبدي أيضا نستخلص الليمون اويل جلاند ونحصل على هذه المكونات ونجمعها بواسطة اليد. الاكستراكشن وذ سولفنت اند ان الفلوريج ايضا ممكن هنا نستخدم
المذيبات بالحصول أو استخلاص زيوت الطيارة، وهذه الطريقة is used for preparation of this oil which decompose by the action of steam or are present in extremely small quantity in plant organs containing them that the removal of oil is not commercially visible by the above method. طبعا هنا هذه الطريقة راح تستخدم للمواد أو المكونات اللي عادة تكون بكميات قليلة بالنباتات، فما يقدرون يحصلون عليها إلا بواسطة السولفنت. الانزيماتيك هيدروليسيس أيضا السيز ار كراشد اند اكسبوز تو بريشر to free from fixed oil, the cake left for sometimes at temperature about 40 centigrade so that the enzyme may act and hydrolyze the glycosides on distillation with the steam volatile oil compounds will come over with the steam. إذن هنا البذور راح تسحق وتتعرض لضغط كبير ويخرج من خلالها الفيكست اويل، وبعدين راح يعرضوها الى درجة حرارة 40 درجة مئوية حتى يبدي يشتغل الانزيم ويحلل الجلايكوسايد ويسووا له ديستيليشن ويا البخار ويجمعون الفلاتال كومباوند من خلال هذا البخار. الكيميكال اندكس المعامل الكيميائي او الاسيد فاليو الايثر فاليو الايثر فاليو افتر acetylation. أيضا نلاحظ أنه الأسيد value number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize the free acids in 1 gram of the oil indicate the amount of free acids present in the oil. High acid value arise in run acid oil. طبعا هنا هذه المعاملات تستخدم للتأكيد عن وجود الفولاتايل اويل، فمعناها رقم من المليغرامات من البوتاسيوم هيدروكسيد راح حتى يعادل الفري اسيد موجود بواحد جرام من الاويل، هذا راح ينطينا انديكيت او مؤشر للفري اسيد الموجودة بالاويل. الإيثر value is the number of milligram of potassium hydroxide required to saponify the ester. الإستر value هو الرقم اللي كمية مليغرامات من البوتاسيوم هيدروكسيد اللي متطلبة حتى تسوي saponified صوبنة للإستر. الإيثر value after acetylation is determined for volatile oil a quality of which is characterized by quantity of alcohol such as linol and grenol و citronol linol in 1 gram of the volatile oil. استخدامات الدراكس اللي يحوي على الاسينشال اويل هي بالفارماسي والبرفومري والفود تكنولوجي والميسلنس اندستريز as a starting material for the synthesis of active principles of medicine, vitamin and fragrances. إذن استخداماته من الناحية الصيدلانية وبالنواحي التجارية العطرية طبعا، وبالفود تكنولوجي الصناعات الغذائية، وأيضا كمواد بادئة للعديد من الصناعات سواء كانت بتصنيع الأدوية أو الفيتامينز وغيرها.